بسم الله. وقد تحدث القرآن عن الأسلحة الكيميائية التي استعملت في بدر، وقال تعالى: وأنزلنا عليكم ماء من السماء ليذهب عنكم رجز الشيطان، أي السموم والمواد الكيميائية التي ألقاها إبليس أو الأبالسة بطائراتهم على الصحابة رسول الله. والرجز هو الطاعون، مثل قوله تعالى: وأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الآية. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمه عندما يرى السحاب في السماء ويقول: إني أرى مواضع الفتن تقع بين جدران المدينة، هل تم إمطارهم بالمواد الكيميائية مثل التي يلقيها اليوم الجيوش من فوق؟ والله أعلم. وفشل محاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 أو 12 سنة، عندما ذهب مع عمه أبو طالب للتجارة في الشام، فلم توفق المحافل الماسونية بسبب تحذير بحير الراهب. لما رأى رسول الله تتبعه الغمامة وتظله، فتلك السنة كانت سنة ذروة كذلك، هي 583، كما حاولوا قتل نابوخذ نصر من قبل وهو صغير. ولماذا بالتحديد سنة 623 أو 583، وهي الحدود الزمنية التي يسعى الزيت الرماديون من الشعراء التي هوت وسقطت في ذلك الزمان بسبب الذي استوقد نارا ليفتح بابا من أبواب السماء، شرخ في الزمان والمكان بعنف، فتشكل ثقب أسود مدمر أثر على حضارة الزيطيون وسكان الكواكب الشعراء الشامية أو سيريوس أ أو بي التي تدور حول الشمس أو النجم الشعراء. والنجم إذا هوى هو الشعراء. في السنوات التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سقطت الشعراء، ويحاول الزيتون الرجوع للماضي قبل حدوث الكارثة، لكن ربما لن يوفقوا. قال الله تعالى: بل لا يرجعون، لأنهم من بعد رابع وثاني وليس من بعدنا الثلاثي، والله أعلم. فهم يحتاجون للبشر، لذلك فهم من قام بتشجيع الأمريكيين للقيام بتجربة فيلادلفيا في 1943، وقالوا لهم إنها تقنية للتخفي، ووعدوهم وأعادوها في سنة 1933 مشروع منطق، وفي 2003، وهم ينتظرون سنة 2023، وهذا لضرب عصفورين بحجر: تجنب الكارثة والقضاء على الرسول والصحابة والدعوة الإسلامية، والله أعلم. والرقم 23 يشار إليه في الشيطانات والشياطين في أنها النهاية، ابحث عن رقم 23 في الانترنت وستجد العجب عنه. فصل. قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أي والله أعلم، مرتين. لقد بعث رسول الله في عهد قريش 23 سنة بعد أن بلغ 40، وبعث في المستقبل الذي حصل بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل بعد في واقع الناس. النذير يسافر عبر الزمن ليلة الإسراء والمعراج، وأوانها والله أعلم في 2023 ليكون المخلص الحق بدل المخلص الدجال الذي ينتظره الظلمة من النصارى واليهود والماسونين المتنورين وغيرهم من سكان الفضاء المعتدين، لينزل في إيليا يبعث والنبيين ليكونوا الشهداء على الناس أمة واحدة على الإسلام. وكذلك الساعة بعثت مرتين، فقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش أحداثها بالسفر إلى الزمن وقوعها القادم، مع أنها لم تقع بالنسبة لنا وهي واقعة وستقع والله أعلم. لكن رسول الله يجهل تاريخها والسنة 1903 وسنة 1923 وسنة 1943 و63 و84 و2023 و2043، كلها سنوات ارتفاع الضغط الكهرومغناطيسي لدوران الأرض، وبسبب ذلك تفتح أبواب السماء تحدث عشوائية الأبعاد، ويختلط الماضي مع المستقبل، والمجرات مع الكواكب، والأرض والأبعاد الأخرى مع الأبعاد البعد الذي نعيش فيه.
وكن مصفوفة مع مصفوفة التي نحيا عليها، أي أكوان الله تعالى التي هي حوالي 18,000 عالم، كما قال به ابن الجوزية، تصبح صفحة واحدة، عالم واحد لبرهة من الزمن. والأرض كوكبنا، قلب الكون، يربط كل هذه النقاط الكونية في زمن يسير، ربع ساعة أو ساعة على الأكثر. لكن المستعمل لهذه الأبواب وهي محدودة الحجم، ربما يمر إنسان فقط، أي جيش راجل، وربما تمر بالطائرة أو بارجة بحرية، وهذا إن تم شرح البوابة وتوسيعها لمرور أحجام أكبر وأكبر. وهذا يحدث في مرتين في السنة، والذروة هي كل 20 سنة كما قلنا سابقا، والله أعلم. وكل الأنبياء والصالحون يبعثون اليوم ليقولوا أنهم مسلمون، ومنهم حتى بودا وكريشنا وكوش ومازدا وكورش والشيفا، كلهم والمفترى عليهم والله أعلم، وزرادش وهكذا، كلهم يشهدون بأنهم على الإسلام، يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقا توحد الأديان أو اتحاد في دين واحد، أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الطيارات المذادة، أقول، ومحاولات قتل رسول الله، أقول وهو صغير، كانت كذلك. فتقول بعض الروايات أن جبريل نزل لحماية الرسول عندما ولد، أي عندما كان مولود صغير، لأن رجلا يقال بأنه اختفى وهو من قريش، وعاد فجأة كالشيطان يريد قتل رسول الله عندما حمله جده عبد المطلب ليسميه محمدا، لكنه لم يفلح في قتله واختفى مجددا، والله أعلم. وتقول رواية بأن في زمن بحير الراهب، عندما ذهب رسول الله إلى الشام، أن التكنولوجيا كانت موجودة في زمن رسول الله، أم هناك ناس سافروا عبر الزمن في ذلك الوقت. الرواية تقول بأن بحير الراهب ورهبان منهم دارس والآخرين، عندما تجادلوا عن رسول الله وحذروا أبو طالب بأن الروم يريدون قتله وكذلك اليهود صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فجاءهم 7 من جنود الروم وفاجأوا أبو طالب وقالوا له نحن نبحث عن فتى سيكون النبي الخاتم، وقالوا أنه هنا، لأن الآن هرقل له آلة تدق كالجرس تخبرنا أنه هنا، فهرب به أبو طالب قبل أن ينال منهما، والله أعلم. آلة تدق كالجرس، هذه آلة متطورة في عهد رسول الله، هل هي من سكان الفضاء الشياطين، أم هي نتاج سفر عبر الزمن من المستقبل إلى عهد رسول الله لقتله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كما أرادوا قتل نبوخذ نصر، والله أعلم. فصل. في الذي عنده علم من الكتاب، هو رجل آتاه الله تعالى من العلم أو من العلوم، بحيث استطاع نقل عرش بلقيس في لمح البصر، وربما يفتح البوابات الزمانية ويستعمل الانتقال الآني. وهو كان من بني إسرائيل، وكان يعلم الزمان ظهور نبي الأميين في مكة، فحضر من زمانه في عهد سليمان عليه السلام إلى زمان رسول الله، وطلب اليهود من رسول الله من يشهد لك بأنك رسول الله، فأخبرهم بشيء سبحان الله. قال لهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وتقول الرواية عندما ذهب عند هذا الذي عنده علم الكتاب شهد لرسول الله بالرسالة، والله أعلم. هل هو منظر أم ينتقل في الزمان كما يشاء بسلطان العلم؟ فصل. الكفار يسافرون في الزمان أيضا بعلوم أو طقوس، وذلك قوله تعالى ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قد سافروا إلى بداية البداية، بداية الخليقة، إلى غابر الزمان. وقال تعالى ألم تروا كيف خلق السماوات والأرض كما بدأكم تعودون، والله أعلم.
الرسل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعود أمس بما فيه حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا ما نراه في الفيديو إذا أعيد إلى الخلف، يعود اللبن في الضرع واللقمة تخرج من الفم وأداة، وحتى هي أداة شرطية، أي إذا كان هذا كان هذا، ولو كان الأمر مستحيلا لنفاه مباشرة رسول الله، والله أعلم.